ماما جابت شاي حليب؟ رطنة وين شاي حليب؟ جاهز. روحي روحي ما بي شاي. اقول رطنة ما شفتي كيكة كانت هنية؟ والله ما يشوف أنا. ولا هدية؟ ما يشوف ماما. ولا وين راح؟ لما تخلص سوي هالشكل يلا لا تنسى. سعد تعال. سلامات. ما تشوفين الشر؟ الشر ما يجيك. ودش الطبيب؟ لا لا ما له داعي. ايش فيك؟ ما فيني شيء. الا فيك شيء. عارفك مثل ما عارف عيالي. وش يفرق معك اذا فيني شيء ولا لا؟ اي الا يفرق. بس راسي شوي دايخ. ايه ما تشوف شر. تبي بنادول؟ لا خليها انت احوج له. شوف لك انا ما ارضى ابني المحترم المتربي يتصرف تصرف خسيس. قصدك على البارحه؟ ايه البارحة كم تصرف مو حلو باليوم تصرف واني ما ادري. كيكة جابتها عمشة ما يحبها الا حميدان واني اعترف وصدق تهورت. تهورت؟ ما لي علاقة. اصلح اللي سويته. شلون؟ ما اعرف. اصلح اللي سويته. ترى والله الزم حميدان وعمشة واقولهم واحد واحد وما اسامحك. صباح الخير. هلا صباح كيف النور. الحال؟ صباح الخير. يلا يذيب لا نتاخر على الدوام يلا. اتركيها علي ابنك ذيب. ابني ذيب؟ ابني صخم الشرايع. يلا امشي. ابني جذيب ثول. سعد ترى شايفك تصد وتطالعني. شايفك بطرف عين وساكت. فيك شيء انت وراك علوم؟ لا عيني كل ما اشوفك اتذكر ابوي الله يرحمه. ابوي انا؟ ايه الخالق الناطق الله يرحمه. تصدق عاد امي جوز الله يغفر لها دائما تقول لي وف وجهك ما عاد بشوفك تذكرني بابوك دائما. ما ادري امزعلها الوالد الله يغفر له. حتى قمت اصبح عليها ومسي ادنق هالشكل وابوس راسها وايدها وما خليها تشوفني. اذا فرحت عاد مستانسه تنسى عاد تلمني ويا حميدان ويا حميدان الله يرحمه. الله يرحمه. زين خويا عندي طلب لخاطر جوزي. خاطر جوزي انا ابيع الدنيا هذه كلها. ايش عندك؟ ايش بغيت؟ اريد اشتري كيكه. كيكه؟ انت تريقون كيك من الصبح؟ لا احنا رايحين عند ابو عامر الحين تريق فطاير يطلب لنا ونغدي الامور طيبه ان شاء الله. لا بس امبارح من غير قصد طيحت الكيكة جابتها خالتي عمشة. ها؟ كيكة عيد ميلادك. كيكة عيد ميلادي انت اللي مسويها السالفة هذه؟ يا ربي متصدق انت ولا تغشمر انت؟ ظلمت خليتني اضرب المرة واظن فيها ظنسو. حسبي الله ونعم الوكيل باللي سويته. زين؟ قل لي يا حلو منين الله جابك؟ قل لي يا حلو منين الله جابك؟ خزن جرى. صباح الخير. هلا شلونكم اخباركم شباب طيبين؟ ما رحت للشركه؟ لا لا وش الشركه؟ عمشه وين؟ ما ادري. بنت حال عمشه الله يرحم والديها ما جابت لي عيد ميلادي ذاك اليوم كيكه. اي ظلمتها مسكين عبالي ما احتفلت فيني. طلعت اثريها جايبه كيكه اللي يحبها الفئه كرز هذه حطتها بالمطبخ وهذا جاي الله يسامحه ومطيح الكيكه. معقوله هيك تسوي باخوك؟ انت متعمد ولا زلت ايدك يعني؟ لا لا اكيد ما متعمد. لا زين هي وينها الحين؟ ما ادري شوفها. يلا يلا شيء ثاني بعد. ها اجل طاحت الكيكه. ها طاحت ورجعت تجمعت ما شاء الله. علمنا وش سحرك يا الساحر. ها يعني قصدك يكذب علي؟ يكذب عليك ويكذب علينا. شمعه فوق الطرشي. ها اوه هو اللي حط الشمعه فوق الطرشي. اجل وتكذب علي مره ثانيه بالسياره. اهدوا 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 يا جماعه انا افهمكم المشكله. وش تفهمين يكذب علي يا مدام سندس؟ لا 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 هو عنده مشكلة أنا أعرفها. تعرفين؟ أي أعرف. وش مشكلته؟ أنا أعرف وش مشكلته. لا يغركم هذا يعني مسوي نفسه بريء وشكله يعني مسكين. لا 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 هذا صحيح إنه بزر بس حسود. حاسدك على كيكة. حاسد الفقير على موتة الجمعة.
لا رجاء أختي، رجاء عمشة، رجاء. هذا طفل ما يحسد، حميدان ما يحسد. لا لا لا، لا يحسد، وإذا ما يحسد تفز نفسه. بس الحسد مطلوب، هو اللي قاله هذا الكلام عمشة هذا حسد. بس هو معذور. ليه معذور؟ وش عذره؟ أنا أقول لك ليش معذور. أبوه الله يرحمه قبل ما يتوفى كان حرمه من كل شيء حلو، كل شيء حلو محروم من عند الطفل. أبوي حارمة، ما أذكر أمي قالت إن أبوي بخيل. مو بخيل، مو بخيل، بس هو ما يخلي يأكل كل شيء حلو، شوكليت، سويت، ممنوع من عنده. المسكين، المسكين تأثر، تأثر، صارت عنده حالة نفسية. إيه ليه حارمة يعني؟ أنا أقول لك أبوك كان فكره إنه هذا طفل لازم يتعود على قساوة الحياة ويذوق المر. أوه والله صحيح كلامه. أذكر أمي جوزة الله يرحمها قالت نفس المعلومة إن أبوي مصيها. أحمد ربك إن جوزة انحشت فيك، محك تربية. بس وش دخل هذا بهذا؟ ما فهمت. أنا أقول إيش دخل هذا بهذا. المسكين ورا ما توفى أبوه صار عنده فوبيا. فوبيا؟ وش فوبيا؟ إكزيما يعني ولا؟ آيس كريم. فوبيا شنو بعد؟ ما تعرف حالة نفسية. هو كان محروم من الحلو. لما توفى أبوك الطفل تفاجئ، قام ياكل كل شيء، ياكل 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 ياكل، ما خلى لا سويت لا شوكليت لا اي شيء، حتى قام يبوق مني ومن اصدقائه، قام كل شيء حلو يبوقه ياكل. تخيل انت جوزته من هالحاله، جوزته من هالحاله. يعني علاج الزواج بس صغير تزوجينه هو ما ينفع الحين. اخي مو زوجته. يا انت تقولين زوجها، زوجه. لا اجوزه، اجوزه يعني يجوز منها يترك. هاي بطل. اي رد رجع عليها. هذا علاج الكي ولا اشوف لنا مرهم بالصيدليه ولا يعني لها علاج؟ انت اي كي انت طير انت كي؟ انا اعرف هذا وش سالفته. علاج بالخارج؟ لا لا لا، هذا مرض اسمه الشفاحه. وعلاجه الداء بالدواء. لا وداوها بالتي كانت هي الداء. هذا هو. هذا اي فالواحد وش يسوي في هالحاله؟ وش يسوي؟ انت هذه سرقتها تاكلها كلها، تفهم ولا لا؟ ما تخلي فيها فتفوتها، تسمع؟ عمشه عمشه بليز، هذا الطفل حرام ما يقدر يكمل الكيكه. خلاص دامك انت ام جويده وخايفه على ولادك، اكلي معاها الكيكه، اخذي العقاب. يلا تمام. بس تكفين مدام سندس لا تاكلين سويتي. خلاص خلاص هنا، تعال تعال. شمعه فوق الطرشي. ها والله خيال. ايش دعوه؟ ده شقه وياك، انا احب الشقه هوايه. ما اقصد خالتي، انت خلصتي الكليه؟ هاي كلية يمك، أنا جبت بدرية قبل الامتحانات بيوم، ما كملت حتى الثانوية. واني همثلك حبيبتي، ما خلصت دراستي، لما كبرت زبيدة درست وتخرجت. هيو وسعد؟ سعودي زبيدة ربته. يعني أنا ابن زبيدة؟ لا ماما حبيبي، ده عشاء قوياك تأبني. ساكم الله بالخير. هلا. ساكم الله بالنور. شلونكم أخباركم؟ شباكم طيبين؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. ما شاء الله الرائحة زكية. إيه أقول حميدان، ايش بيك؟ ليش زين؟ ليش ما ادري شاهدتني؟ اقول لك سمي سم الله عدوك، انا برجع ادرس. يعني منازل يعني ولا؟ لا 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 بالمدرسه. بالمدرسه؟ المدرسه يعني الصبح تروحين مع الطلبه؟ لا لا مسائي. ها يعني محتاجه تدرسين؟ هي ابي ادرس بس. كم ادرسي يمه؟ ويلي ايش بيك تخبرين؟